تنظيف الشاطئ وتوعية كمان لأهلنا بلبنان وببيروت خاصة على شاطئ رملة البيضة، لحتى ننقل لهم أنه نحن فينا نكب الزبالة بالمستوعبات ونقدر كمان نفرزهم. هيدا نهار كتير مهم وهيدا شغل كتير مهم، عشان أول شي بدنا ننظف سمعتنا، زبالتنا عم توصل على قبرص وعم توصل على شمال أفريقيا، هيدا شي أبدا مش منيح. فهيدا نشاط ويوم كتير مهم، وأكيد الله يعطي عافية لكل اللي عم بشارك معنا، عشان كتير مهم هيدا النشاط لإلنا ولسمعتنا.